منتخب فلسطين والمغرب تعادل. فلسطين والمغرب في هذا المساء سوف يذهب بهما إلى المتصدر أو المتأهل عفوا، المتأهلان للفريقان سيتأهلان لو تعادل. بالنسبة للمنتخب الفلسطيني والمغربي هذه هي الحسابات، سيتأهل سويا المتأهل في هذه المسابقة وهذه النسخة. والمنتخب المجموعة السادسة سوف يكون المنتخب العماني برفقة المنتخب اليمني متأهل المغربي، زكريا لبيب، رضا أركوعي، أيوب الحمامي، عثمان بوخريص، عثمان الشرايبي. بعد التعادل السلبي حتى الآن، لكن اللقاء قوي ما بين المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب الفلسطيني. هنا التمريرة الرائعة، هنا الدخول والمحاولة والعرضية خطرة، لكن الكرة تتخلص بشكل ممتاز من الدفاعات المنتخب الفلسطيني. الإعادة لهذه الكرة، هناك المطالبة بلمسة يد كما شاهدنا في اللقطة الماضية، نشاهد الإعادة. هل عادت من القدم إلى اليد؟ نعم، هنا لمسة يد واضحة إلى يده مباشرة، والكرة ملعوبة في الطرف اليمين لصالح المنتخب الفلسطيني. والمحاولة والمرور، شلطف ممتاز في المرور، لكن الكرة والخطأ على محمد شلطف ولصالح دفاعات المنتخب. وينطلق هذا هو المهاجم، ممتاز في المرور، لكن أيوب الحمامي كان يقظا بمثل هذه الكرات. وهنا لكن زكريا يبعد الكرة، تعود لصالح المنتخب المغربي العائدة من التسلل هذا اللاعب، لكن الكرة مستمرة للحارس، وخطرة من الحارس مهدي عاصي كاد أن يخطئ. الكرة بشكل ممتاز وأن يكون هادئا في مثل هذه الكرات. هنا للمنتخب المغربي محاولة المرور ما زالت، والعرضية إلى خارج أرضية الملعب المنتخبين. ونشاهد يعني محمد شلطف يحاول، هل يسدد شلطف؟ الله الله على هذه التسديدة، ممتازة كان أيضا، انضباط على مستوى الدفاع. هذه كرة شلطف التي كانت رائعة، لو أنها ذهبت لإحدى الزوايا كانت يسارية رائعة من شلطف. التسديدة الممتازة من هذا المهاجم، ممتاز اختيار الزاوية والتسديد بهذه الطريقة من هو الخطأ لصالح حسام أرهون لاعب ملقا الأسباني، لاعب المحترف في الدوري الأسباني. هنا الكرة الملعوبة في الطرف اليسار والعرضية، والحارس أول كرة للحارس مهدي عاصي يستلم الكرة بهذه الطريقة. هذه أول كرة للمنتخب المغربي، ومحمد شلطف كان قد سدد كرة لصالح المنتخب الفلسطيني. ونترككم مع يعني نهاية هذا الشوط، و والتشكيلة المنتخبين ما زالت كما هي في مع نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. وعموم زكريا، التمريرة ممتازة كانت من محمد أخراز إلى 11، يحاول المرور أسامة أرهون، أسامة والتحضير، استعجل أسامة، تدخل يبدو قيس، اللاعب ثمانية هذا هو مؤيد عوض. والحديث مع هذا المدرب محمد وهبي ليعود مجددا لقيس طه، يمرر في الطرف اليسار لصالح المنتخب الفلسطيني. العرضية لكن الرأسية صندوقة، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة محمد صندوقة، حاول أن يسدد مباشرة في المرمى لكن أو المرور، الكرة ال 11 أسامة أرهون، أسامة إلى التمريرة ما زالت إلى أنس، إلى 21، هنا السقوط، عبد الرحمن يبدو البطاقة الصفراء الآن تحضر، البطاقة الأولى لوائل صافي، الكرة الأولى لوائل صافي وبطاقة البطاقة الصفراء بسبب هذا التدخل، تدخل كان قوي كما نشاهد. وأنس ميموني يريد أن يسدد، أنس ميموني والكرة بعيدة إلى خارج أرضية. لكن الحقيقة يقول أن المنتخب الفلسطيني تفوق في الشوط الأول على المنتخب المغربي في فترات. هنا الكرة الملعوبة لصالح المنتخب المغربي، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، خطرة كانت من سدد الكرة بطريقة ممتازة. محمد أخراز اللاعب رقم 19 بحث عن الزاوية البعيدة وسدد بشكل ممتاز. هذه الكرة ولقطة ماضية، محمد أخراز مع اللاعب 24، انتبار قوي لهذا الحارس، كانت من أسامة أرهون العرضية الرائعة جدا، وكان تأهب الآن
يتأهب الحارس. هنا الكرة على العرضية والرأسية والعارضة تعود، العارضة الهدف كان قريبا للمنتخب المغربي. تمت بالعارضة الرأسية الرائعة جدا من عثمان بوخريص، كاد أن يسجل عثمان. نعم عثمان، كانت الكرة رائعة من هذا اللاعب والارتقاء الرائع والكرة التي لامست العارضة. أكيد يعني يندب الحظ في ضاعة هذه الفتة السريعة التي سيعتمد عليها كثيرا قيس. يحاول قيس الحطاب محاولة التمرير لشلطف في استقبال الكرة محمد وهبي أو لأبناء حسام يونس المدربين، المدرب المغربي والمدرب الفلسطيني. هنا منير البدارين يحاول بالكرة لكن ممتازة من قيس والعرضية خطرة خطرة صندوق أيضا في هذا هو اللاعب المنتخب الفلسطيني واللاعب الذي يعني استغل هذه الفرصة بين المدافعين ولعب الكرة العرضية. محمد صندوق كان متابعا يعني بشكل كما نشاهده 76. هذه التسديدة السوسي والحارس مهدي عاصي كان في المكان. كرة الملعوبة ممتازة لصالح المنتخب المغربي في المرور لياسين. ياسين يحاول في هذه الكرة، ياسين خليفي في الاستقبال والترويض والتحضير والهدف الأول. نعم الهدف الأول للمنتخب المغربي. المنتخب المغرب تسجل الآن، المغرب أسود الأطلس، أسود الأطلس يتقدمون بالهدف والتسديدة اليسارية فالمغربي. هذه الكرة ياسين، ياسين هنا الترويض ممتاز. أوه روعة 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 روعة. يبدو اليعقوبي، نعم أسامة اليعقوبي هو من سدد، أسامة البديل نعم بالبدلاء، بالبدلاء سدد الكرة في الشباك. رائع الهدف للمنتخب المغربي. الهدف كان من اللاعب عبد الرحمن ياسين، عبد الرحمن الذي سجل. هذا هو اللاعب. هذه الكرة تعود ومصر سوف تلاقي المغرب، مصر سوف تلاقي المغرب والجزائر ستلاقي تونس والصافرة. إذن الصافرة النهائية وانتصار مغربي. ألف مبروك لأبناء المغرب هذا الانتصار الممتاز والرائع والاحتفالية للمغرب، وحظ أوفر للمنتخب الفلسطيني في اللقاءات القادمة. إذن الفريقان تأهلا لدور الربع النهائي اليوم في بعد هذا اللقاء، وحظ أوفر لبقية المنتخبات التي لم تستطع الوصول لدور الربع النهائي. كنت معكم على الوصف والتعليق عايد العصيمي، وتحية طيبة لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm gonna go to the hospital.